يبقى اللي هيبقى اكتر اللي هيبقى ما دام نيجاتيف يبقى هنشوف اللي عنده عدد الكترونات اكتر. مين في دول عنده عدد الكترونات اكتر من البروتونات؟ خلي بالك اهو اللي هو مين، يبقى ده الالكترونات 10 والبروتونات 8، يبقى رقم 2 واحنا ماشيين كده. ها وبعدين هنا رقم ثلاثة. رقم 3، يبقى 2 و3. تعالوا نشوف، نروح نشوف الإجابات اللي عندنا. يبقى رقم 1 ورقم 5 في الأولانية هي رقم 1 و5 الآي والبي آي، وهنا رقم 2 ورقم 3. يبقى أنا في السؤال اللي زي ده هو بروح أبص على عدد البروتونات وأبص على عدد الإيه؟ وأبص على عدد الإلكترونات. طيب المفروض خمسة نحط، مو إيه؟ ثلاثة، لأن خمسة فيها 28 فين؟ في السؤال الثاني حق اللي نيجاتيف تشينج. طب خلي بالك اللي هو 28 ده، ايوه دي 28 الكترون ودي 30 بروتون، يبقى ده هتبقى نيجاتيفلي نيجاتيفلي ولا هيبقى بوزيتيفلي؟ ايه ده؟ يعني بيصير خلي بالك change، ليه؟ بيصير positive change، عشان كده يبقى عشان كده ما اخترناهاش، لان احنا عدد الالكترونات اقل من عدد الايه؟ من عدد البروتونات. ماشي؟ بعد كده عندنا حاجة اسمها الكويكال فورمولا، أو حاجة اسمها الصيغة الجزيئية، وحاجة اسمها الإمبريكال فورمولا. اسمهم إيه بقى؟ الصيغة الجزيئية. الكيميكال فورمولا اللي هي الصيغ الكيميائية، الصيغة الكيميائية دي هي، يبقى الصيغة الكيميائية دي، يبقى الكيميكال فورمولا دي اسمها الصيغة الكيميائية. الصيغة الكيميائية دي عندي، الصيغة الكيميائية عندي تنقسم إلى نوعين، بنسمي بنختصرهم كده مولكلر فورمولا ام اف، تمام، والثانية بنسميها كده امبيريكال فورمولا اللي هي الاي اف. ايه المولكلر فورمولا دي؟ دي بنسميها الصيغة الجزيئية. اسمها ايه؟ الصيغة الجزيئية، ودي الصيغة اللي بيتكتب بيها الجزيء، الصيغة اللي بيتكتب بيها الايه؟ الجزيء، تمام. يبقى المولكولار فورمولا، المولكولار فورمولا تمام شوز ذا اكزاكت نمبر اوف اتومز اوف ايتش اليمنت ان ذا سمولست يونت اوف سبستانس، يعني عدد الذرات اللي موجودة في الايه؟ في الجزيء، عدد ذرات كل عنصر في الجزيء، تمام. العدد الحقيقي يعني مثلا زي مين؟ زي ال SH4، الكربون كام والهيدروجين كام؟ كربون واحد والهيدروجين اربعة. البيروكسايد ال H2O2، الهيدروجين اثنين والهيدروجين اثنين. والاوتو ال C2H4، ال C2 وال H4 C6H12O6، C6 وال H12 وال O6. يبقى دي بنسميها الايه؟ المولوكلر فورمولا. مولوكلر ايه؟ فورمولا. المولوكلر فورمولا ده ممكن نختصرها ولا ما نختصرهاش؟ مين في توقعي مين اللي فوق ممكن يختصر؟ هل ممكن اختصر دي؟ لا مش هينفع اختصر دي. لا طب دي ممكن يمكن H2O، H2O2، من H2O2 مش H2O، خلي بالك. ودي ممكن نختصرها ودي ممكن نختصرها. لما اختصرها فيديني حاجة ايه اسمها simplest whole number، ابسط عدد اهو، ابسط نسبة من عدد الذرات، ابسط نسبة من عدد الايه؟ من عدد الذرات. دي بنسميها الامبيريكال فورمولا او الصيغه، بيسموها كده الصيغه الاوليه. يبقى اسمها ايه بقى دلوقتي؟ الصيغه الاوليه، الصيغه الاوليه او الامبيريكال فورمولا. امبيريكال فورمولا
تمام. بنجيبها منين؟ بنجيبها من المولكولار فورمولا. يعني الاي اف بنجيبها من الام ايه؟ بنجيبها من الام اف. ماشي خلاص كده. طب افرضي بقى ما مش هينفع تختصر زي دي، زي السي اتش 4، مش هينفع نختصرها صح؟ علشان كده في الحاله دي بنقول الامبيريكال فورمولا نفس المولكولار فورمولا بتاع الجزيء. تمام. يبقى انا اقول كده اهو نفس الصيغه الاوليه، نفس الصيغه الاوليه هي الصيغه الجزيئيه. امتى؟ لما ما نعرفش نختصر. لما ما نعرفش ان ايه نختصر، يعني مثلا زي السي اتش 4 اهي، هل نقدر نختصرها؟ لا. الاتش او ما خلاص هي واحد وواحد، سي اتش 2 ما ينفعش نختصر، سي اتش 2 او. يبقى في الحاله دي ما دام نفس الصيغه ما نعرفش نختصرها، يبقى في الحاله دي من ايه؟ من الامبيريكال فورمولا هي نفسها المولكلر ايه؟ المولكلر فورمولا. طيب ازاي بقى نجيب الامبيريكال فورمولا؟ هاو كان وي جيت ذا امبيريكال فورمولا؟ تعال نشوف امثله. هي احنا نقسم نقسم على المشترك، نقسم على المشترك سماه كده. يبقى ال H2O هل هنقسم على ايه؟ تعرف نقسم على حاجه؟ لو قسمنا على اتنين ده هتبقى نص، واحد على اتنين ما ينفعش، عشان كده بنقول بكاتب لك اهو قاسم قاسم. يبقى المولكولار فورمولا هي نفسها الامبريكال فورمولا. فهمت كده دلوقتي؟ يبقى اللي ما يختصرش يبقى المولكولار فورمولا هي الامبريكال ايه؟ هي الامبريكال فورمولا. تعال نشوف اللي بعدها سي 6 اتش 12 او 6. نقسم على الستة. هنقسم على الستة، لما نقسمنا اهو ديفايدد باي 6 يبقى سي اتش 2 او. يبقى ده الجزيء اللي عندي، او دي اسمها الصيغة الايه؟ اسمها الصيغة الأولية. ان 2 اتش 4 نقسم على 2. هنقسم على 2 يبقى ان اتش 2. يبقى كل ما نقسم، طب خلي بالك الجزء ده مهم جدا. ليه؟ لان احنا بعد شويه قدام شويه هناخد حاجه بعد كده اسمها الماده المحدده للتفاعل والحاجات دي، ونسبه المردود المئوي هنعوز نحسب فيه دايما الايه؟ الامبريكال فورمولا. هنا برضو جايب له هو سي 2، امثله كتيره جدا هي سي 2 اتش 2. يبقى الامبريكال فورمولا ايه؟ نقسم على كام؟ نقسم على 2 سي 6 اتش 2. خلاص ديفايد قسمنا عملناها قبل كده. نيتروس اوكسيد ان 2 او ما نقدر، ما نقدر، يبقى هيبقى نفسها، يبقى الامبريكال فورمولا هي اللي ايه؟ الكافيين سي 8 اتش 10 ان 4 او 2. ايه المشترك بينهم؟ اثنين الاثنين. تمام، علشان كده هنقسم الكل ده على 2. لو انا قلت لك مثلا بي 2 او 5 ما نقدر نقسم، ما نقدر نقسم، يبقى برضه هتبقى الايه؟ البي 2 او 5 تظل زي ما هي. امبيريكال فورمولا از ذا سيم از ذا مولكيولار ايه؟ ذا مولكيولار فورمولا. ويتش، شوف كده الاسئله دي، ويتش اوف ذا فولوينج از ان امبيريكال فورمولا؟ دي ما دام هي لوحدها يبقى سهله، نقسم على 3 صح ولا لا؟ ايوه. طيب الاس والثاني على 6. هنا اللي هنقسم، نعرف نقسم على 2 تمام، وهنا هنقسم على 6. يبقى الوحيده اللي مش، خلي بالك هنا الثانيه مش هنعرف نقسم على 2، خلي بالك معايا؟ ايوه مش هنقسم على ليه؟ لان دي واحد، ما ينفعش نقسم من واحد على 2، علشان كده دي اسمها الامبيريكال فورمولا. تمام، اللي بعده which of the following is a molecular formula. molecular formula يعني ايه؟ فلز صح؟ اللي هي الاس 8. الاس 8 دي اللي هي اللي السلفر الكبريت. سي او 2 ده ممكن، ده ممكن تبقى سي 2 او 4، يعني اتش 2 اس او 4 تمام. يبقى سي او 2
دي ما ينفعش تتقسم، عشان كده دي امبيريكال فورمولا. H2SO4 امبيريكال فورمولا، CH4O امبيريكال فورمولا. الوحيده اللي هي نيوكلير فورمولا اللي ممكن تتقسم هي مين؟ بس اللي هي ال S8. خلاص تاخد بقى عندك هوم وورك اهو، هتعملي دولت ماشي، تعلمي عليهم عشان ايه تبعتهم لي مع الواجب اللي بتاع الامس. عندك انت مصوره ورق ولا ايه مصورة طبعا ورق يعني؟ ماشي ايه نفس السلايدات طبعت ماشي. عشان اقدر اكتبها. بعد كده عندنا الكيميكال فورمولا، عايزين نشوف الايونو كومباوند، اسمها المركبات الايونيه، اسمها المركبات الايه؟ أيونيوم المركبات الايونيه. ايه المركب الايوني ده؟ اي مركب ايوني بيكون من كاتايون وانايون، تمام؟ يبقى بيتكون منين؟ من بوزيتيف، بوزيتيف ونيجاتيف. تمام؟ بيتكون من بوزيتيف وايه؟ ونيجاتيف. يبقى الانايون اللي هو نيجاتيف والطاي. الكاتايون ده بيبقى عبارة عن ايه؟ في الغالب بيكون، او مش ده هو عبارة عن فلز. بيكون عبارة عن ايه؟ فلز. يبقى الكاتايون جاي من فلز. البوزيتيف كاتايون جاي من فلز. الانايون بيبقى جاي من ايه؟ يا اما يقول لي هيكون عندي لا فلز، تمام، يبقى، او حاجه اسمها اي انيون اكسجيني، انيون ايه، او ايون عديد الذرات، اسمه كده انيون عديد الذرات، هنشوفها بعد كده بعد شويه. يبقى مثلا ناخد مثال اهو، ال NaCl اسمه كده صوديوم كلورايد، عباره عن Na موجب، تمام، وسي ال سالب. الكيتو اس اللي هي بوتاسيوم سلفايد، علشان كده انا كنت بقول لك لازم تحفظ الايه، لازم تحفظ الرموز كويس، لازم تحفظ الرموز ايه كويس جدا. يبقى ده اسمه بوتاسيوم سلفايد. الام جي او اهو، ام جي او، الام جي رمز مين؟ الأو أكسجين والإم جي مغنيسيوم. يبقى انت مغنيسيوم. عايز بقى هتروح بقى نشوف اسمه كده مغنيسيوم اوكسايد. السي اي اي 2 ده عباره عن ايه؟ اسمه كالسيوم ايودايد. الأوكسيد هو نفس الأكسجين بس غيرنا آخر شيء حطينا ايوه أي دي. الاكسجين في المركبات بنكتب كتب اوكسيد. هذه طريقة الكتابة موجودة في السلايدون صح؟ ما هي مش عندك في السلايدات لسه، قدام شويه هناخد طريقه الايه؟ طريقه الكتابه. ازاي نكتب الايه؟ المركب. ازاي نكتب الصيغه الكيميائيه بتاعت الايه؟ المركب. هنا اسمه الومنيوم اوكسايد، الومنيوم اوكسايد اسمه الومنيوم واكسجين، الومنيوم وايه؟ واكسجين. ماشي؟ انا لو عندي ليثيوم، لو زي ما في ليثيوم وفلورايد. الليثيوم بيكون عنده الكترون واحد في المستوى الخارجي، هيفقده، هيروح لمين؟ هيروح للفلورايد. يقوم الفلورايد يعمل ايون موجب، يكون ايون ايه؟ الليثيوم يكون ايون موجب والفلورايد يكون ايون سالب، فيبقى التجاذب، هو تجاذب ما بين الايون الموجب اللي هو الكاتايون والانايون، يكون لي حاجه اسمها الليثيوم فلورايد، او اسمه كده فلوريد الليثيوم بالعربي، يعني اسمه فلوريد الايه؟ فلوريد الليثيوم. خلاص يبقى الايونيك كومباوند، تمام، الايونيك كومباوند بيحتوي على رابطه ايونيه، يحتوي على رابطه ايه؟ ايونيه. رابطه ايونيه اسمها ايونيك بوند. والمركب في الايونيك بوند
أو في الأيون كومباوند لازم يكون متعادل، لازم يكون إيه؟ تعادل. لازم يكون نيوترال، لازم يكون نيوترال. تعالوا نشوف عندنا حاجة اسمها الأوكسيديشن، عشان نكون نكتب أي مركب لازم أحفظ الحاجات اللي إيه هنقول عليها دي، خلاص؟ أو أعرف أجيبها إزاي، ما دام هيجيب لك الجدول، هيبقى حاطط لك الجدول في الامتحان، أعرف أجيبها إزاي. كل المجموعة الأولانية، كل المجموعة الأولى اللي هي كنا سميناها إيه بقى فاكرة؟ هاي سميناها المنتج صح؟ الإيه؟ هي سميناها الفلزات. ماشي، ما هي فلزات، بس ما دول كلهم فلزات، كل الأزرق ده فلزات، كل الأخضر فلزات. بس المجموعة الأولانية ده هي ما عدا الهيدروجين اللي هي من أول الليثيوم كده وإحنا نازلين، سميناها إيه فاكرة؟ طيب تعرفي تجيبيها تطلعيها من الورق؟ أشوف كده هتوصلي لها. اللي قلنا ها؟ قرويات. ايوه، ما حتى هي مكتوبه تحت اهي عندك الكالاي ميتالز. يبقى الجروب الاولانيه المجموعه الاولى حاجه عندنا حاجه اسمها اوكسيديشن نمبر، اسمه كده عدد التاكسد. اوكسيديشن نمبر ده اسمه عدد التاكسد، لان احنا ده مهم جدا جنب الرموز، مهم جدا ان انا اكون عارف ان المجموعه الاولى بموجب واحد، المجموعة الثانية بموجب اثنين، اللي في المجموعة الثالثة ايه؟ الالومنيوم، عنصر الالومنيوم جايبه لي بس اهو بثلاثة، موجب ثلاثة. نبدأ بقى من عند المجموعة الخامسة ايه؟ نروح على السالب. شوفي كده عد الخطوات من الخمسة عشان اروح على الثمانية دي، واحد اثنين ثلاثة، يبقى هياخد سالب ثلاثة، تمام؟ اللي هي ثمانية، اللي هي خمسة، اطرحهم من الثمانيه. طب والسته، المجموعه السته، شفت الخطوات اللي عندها، ده واحد اثنين يبقى سالب اثنين، سالب ايه؟ اثنين. المجموعه السبعه فرق واحد بس، يبقى بس واحد بالسالب، علشان كده المجموعه السبعه دي بنسميها سالب، بتبقى البوزيشن نمبر بتاعها بسالب واحد. المجموعه السادسه بسالب اثنين، المجموعه الخامسه بسالب ثلاثه، والمجموعه الاولى قلنا بواحد، والمجموعة الثانية باثنين بس بالموجب، وفي المجموعة الثالثة ايه عند مين؟ عندنا الالومنيوم بس، الالومنيوم هو اللي بنحتاجه بموجب ايه؟ بموجب ثلاثة. ماشي، مفهومة دي؟ يبقى دلوقتي لازم تعرف كويس. علشان ايه؟ علشان اما اجي بعد شوية لما اجي اكتب ازاي اكتب الفورمولا بتاعت الايه؟ بتاعت الكومباوند او الايون الكومباوند، خلاص. بنعمل ايه بقى علشان اكتب الفورمولا بتاعت الايون الكومباوند؟ هو هيجيب لي عنصرين، يقول لي عنصرين الكالسيوم والبروم، الكالسيوم والايه؟ والبروم. انا عندي الكالسيوم موجود في المجموعه النهائيه، هروح لو انا مانيش حافظ بقى هروح على الجدول، فين الكالسيوم؟ الكالسيوم موجود فين؟ موجب اثنين. جروب 2، يبقى الاكسديشن نمبر بتاعه بكام؟ موجب اثنين. اروح على البروم، البروم موجود في المجموعه الكام اللي هو البي ار؟ موجود في المجموعه سبعه، سبعه ايه؟ يبقى هيبقى الاكسديشن نمبر بتاعه بكام؟ سالب واحد. سالب واحد. اروح بقى، اروح فوق العنصر واقوم كاتب اهو او تحته، تمام؟ أقوم كاتب فوقه أفضل، أقوم كاتب عندي أهو موجب اتنين، تمام؟ موجب اتنين ده اللي هي دي، وهنا سالب واحد. طيب أنا عندي هنا عدد الذرات كام؟ واحد صح؟ تمام؟ وعندي هنا عدد الذرات كام؟ اتنين. يبقى هنا، يبقى أنا اتنين، أنا موجب اتنين وده سالب اتنين، علشان كده يبقى ده هو هنسميه ايه؟ نيوترال. نسميه ايه؟ لابد كده ان عدد الالكترونات اللي هي لوست، نمبر اوف الكترون لوست، تمام؟
and again must be equal. علشان كده البوزيتيف لازم يساوي النيجاتيف، لازم يساوي الايه؟ النيجاتيف. احنا هنا دلوقتي يعني كل واحد بيلغي التاني زي ما بيقول. احنا هنا دلوقتي بنحسب التشارج بتاعت المركب عشان نوصل للتشارج كلها بتساوي صفر. مجموع التشارج لازم يساوي صفر. هنا الـ AL2 والـ O3 الـ L بكام؟ موجب 3. 3 في 2 2 اللي هي دي يبقى ب 6، يبقى موجب 6. الأكسجين بسالب 2 وهم عندنا 3 يبقى سالب 6. يبقى أنا عندي موجب 6 وسالب 6. ماشي الجزئية ديت؟ نفس الكلام بالنسبة للمثال اللي عندنا اللي هي الإيه؟ اللي هي الصوديوم إيه؟ صوديوم كربونيت. نروح ليه ازاي اكتب الفورمولا بتاعت الكومباوند. لو قال لي حديد عنده عنصر فيه حديد، تمام، في حديد وفيه كبريت صلفر، بنعمل ايه؟ اول حاجه بكتب فوق كده اهو، اروح اشوف الحديد فين. حديد بموجب 3، مش النمبر بتاعه بموجب 3. طب والكبريت، الكبريت الاقيه بسالب 2، سالب ايه؟ 2. كل اللي انا بعمله بعمل ايه؟ باجي ابدل الاثنين دي بوديها لمين؟ للحديد، اسمه حديد، ده الحديد. الاثنين بوديها للحديد والثلاثه بوديها للايه؟ للكبريت، للصلب. انا يعني في الغالب بعملها بطريقه احسن من اللي موجود او اسهل من اللي موجوده في الايه، في ان انا باجي اكتب الثلاثه تحت هنا، تحت هنا، واكتب الاثنين هنا، واجي اعمل ايه؟ اقوم بدل، اقول الاثنين ده تروح لمين؟ للاف للاف والثلاثه هتروح لمين؟ للاس. عشان كده باجي اكتب المركب هقولها اف اي، ها اف اي كام؟ اف اي 2 ها اس 3 اس 3 خلاص. يبقى انا هو يبقى ده بالنسبه لما بنزل، ما بنزلش بقى الشحنات، انا بنزل الارقام بس تحت اهي خلاص. اللي هو المركب ده هو هنشوف بعد شويه ازاي نسميه، ازاي ايه نسميه. الحديد هنا انا حطيته بكام؟ موجب 3. موجب 3 صح؟ طيب انا لو حطينا الحديد مثلا بموجب 4 بموجب 2 ايه اللي هيحصل؟ بس نحط 2. لو انا حطيت عندي نوع تاني من الحديد، الحديد بيكون فيه 2، هعمل لك المثال ده هو برضه. عندي نوع تاني من الحديد ده هو اسمه حديد ثلاثي، اسمه حديد ايه؟ ثلاثي. في عندي نوع تاني من الحديد اسمه حديد ثنائي اف اي، وعليه كده موجب 2، وده الاس اهي سالب 2. يبقى هنزل الاثنين هنا وهنزل الاثنين هنا صح؟ ايوه. اعكس. قبل ما اعكس هعمل ايه؟ قبل ما اعكس ما دام فيه اختصار، ما دام فيه ايه؟ تنزل 2 بس نحذف الثانيه، دي هتبقى بالواحد وده هتبقى واحد. ما دام نعرف ما دام يبقى في حاجه في مرحله اسمها الاختصار. ما دام هنا ما اختصرناش ليه؟ عشان دي 2 ودي 3. دي 2 ودي ايه؟ ودي 3. لكن هنا واحد وهنا واحد فما نختصرش، فبنختصر دي هنا 2 وهنا 2. وبعد ما نختصر خلاص يبقى لو دي الواحد ده هتروح لدي، لازم اعمل الاقوى والواحد ده هتروح لدي. يبقى المركب ده اسمه اف اي او الصيغه بتاعته اف اي اس. ده اسمه ايه؟ ده اسمه كبريتيد حديد ثنائي. ده اسمه كبريتيد حديد ثلاثي، الحديد الايه؟ الحديد الثلاثي. ماشي، عرفت الفرق بينهم؟ مهم جدا عشان دي برضه في بعض الاوقات بتيجي في الايه؟ بتيجي في الامتحانات. هنا برضه اهو ازاي اكون، ازاي اكتب المركب ما بين الالومنيوم والكبريت. مركز هو على الكبريت ليه؟ مش عارف بس يلا. الالومنيوم والايه؟
والكبد، كل اللي احنا بنعمله. يبقى بنكتب الومنيوم AL، انا عندي الـ AL موجود فين؟ موجود في المجموعه الثالثه A، يبقى موجب 3. والكبريت موجود في المجموعه السادسه A، تمام؟ يبقى سالب 2. هنزل الثلاثه تحت وانزل تحت، وبعدين اعمل ايه؟ اعمل تبادله، يصير ال AL باثنين وال S بثلاثة. ايه اللي اسمه كده؟ AL2 S3، تمام؟ AL2 S ايه؟ S3، خلاص. يبقى ده اسمه الايه؟ برضه نفس المركبات كلها هتبقى بالايه؟ بالشكل ده. مفهوم الجزئيه دي؟ ازاي بكتب الايه؟ ازاي بكتب المركب اللي عندي؟ عندي حاجه بعد كده اسمها ال بولي اتوميك الاي. اسمها ايه؟ بولي اتوميك انايون. اسمه كده انيون عديد الذرات، اسمه كده انيون عديد الذرات. الانيون عديد الذرات ده هو عندي مثلا جايب ده ال ان او 3 ده اسمها نترات. اسمها ايه؟ نترات. الاو اتش اسمه هيدروكسيد. الاس او 4 دي اسمها كبريتات. بس كل واحدة من دولك لها برضو، شفت كده ال ان او 3 عليها ايه؟ عليها سالب. يبقى الاوكسيديشن نمبر بتاعها بواحد، بواحد بالسالب. الهيدروكسيد عليها سالب واحد او سالب برضو، يبقى بالواحد. الكبريتات عليها سالب اثنين، يبقى اثنين، وهكذا. خلاص؟ طب يبقى لازم انا اكون عارف الاوكسيديشن نمبر بتاع الانيونات دي علشان اقدر اكتب الايه؟ اقدر اكتب المركب اللي عندي. بنفس الطريقه هو لو انا عندي، لو خدنا مثلا الصوديوم، هناخد واحد اهو الصوديوم والفوسفات. مثلا ناخد اهو ال Na وال BO4. ايه ال BO4 ده؟ ال BO4 ده اللي هو الفوسفات. ماشي كده؟ الفوسفات ده هو عليه 3 بالسالب وال Na بالموجب. هعمل ايه؟ قول الطريقه بقى اللي احنا بنعملها كده. ننزل تحت، نحط الايه؟ ننزل الواحد تحت ال Na، ننزل هنا هنا 3، صح؟ نعمل ايه بعد كده؟ بعدها ال Na يصير ياخد 3 وال PO ياخد 1. طيب مليني بقى المركب ده هتكتبه ازاي؟ Na 3 Na 3 PO 1 PO. لا انا عندي PO كده كده. PO كام؟ هذه 4 ما بتتغيرش. ال PO 4 دي ما بتتغيرش، ما بتت ايه؟ ما بتتغيرش. ماشي كده؟ يبقى ده بالنسبه لل، بنحط فوق سالب او لا ما بنحطش فوق سالب ولا موجب ولا اي حاجه. هو كده خلاص مركب متعادل، ما بنحطش فوق اي حاجه. ده اسمه ايه ده؟ ده اسمه صوديوم فوسفات. صوديوم ايه؟ صوديوم فوسفات. بس اسمه صوديوم ايه؟ صوديوم فوسفات. Na3BO4، تمام؟ اسمه صوديوم فوسفات. عندك بقى الامثله هي، هتمسكي كل واحد من دولت تعملي له الايه؟ تعملي المثال المركب بتاعه. مش هتعمله لي بالشكل ده هو برضه كده. تعال ناخد الاولاني ده اهو عشان نعرف بس برضه حاجه مهمه جدا، ال Ca وال NO3. ال NO3 اسمها نترات وعليه بسالب واحد، وال Ca اللي هو الكالسيوم موجب 2، الاوكسيديشن نمبر بتاعه موجب 2. بنعمل ايه؟ نعكس، ننزل اول شيء اثنين، هننزل الاثنين تحت، الثلاثة تحت، وهننزل الواحد، وبعدين نعمل ايه؟ نعكسهم، هنعكس اهو، وبعدين تعال بقى نكتب المركب، مليني كده بقى، CO CA، هل CO3
سي سي ايه او ال سي واحد الواحد ما بيتكتبش بي ان اي ان ان او او ان تو او لا ان او 3 الاول انا هودي بعدين وبعدين بقى عايزين نحط الاثنين ينفع احط الاثنين كده لا لا لازم اعمل ايه لازم اعمل قوس بسمها باي اهي باي 2 بتنطق كده سي اي ان او 3 باي 2 ده اسمه ايه بقى اسمه نترات الكالسيوم او الكالسيوم نيتريت اسمه كالسيوم ايه كالسيوم نيتريت ماشي تمسكي بقى الاسئله الامثله دي كلها تعمليها بهذا الشكل بعد كده تسمية المركبات طب دكتور ينفع نوقف هنا؟ انا عايز اقول لك كده عشان ما اكترش عليك إيه لأن أحس بتلخبط، أبغى طيب أراجع ده بعدين. طب خلاص نقف كده ان شاء الله طب دكتور تعطيني